بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إننا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سيدنا عمر يقول: اشتد الجهد بالمدينة وغلى السعر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صار في جهد وصار في قحط والأسعار غليت، ما عاد في طعام ولا عاد في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أهل المدينة وقال لهم: اصبروا يا أهل المدينة وأبشروا، اصبروا على الجهد وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا جميعا ولا تتفرقوا، وكلوا جميعا ولا تفرقوا. نحن اليوم كل واحد بده صحنين وشوكي وسكينة ومعلقة، وبيأكل بالصحن الأول بيرجع بيسحبه بده يأكل بالصحن الثاني، وكل واحد بيسكب بصحن، ما عاد في بركة. كانوا يجتمعون على القصة. هلا جربوها شي مرة، جربوها يا جماعة، اعمل صينية كفتة واجتمع انت وعائلتك عليها. انا جربتها من قريب، سبحان الله، الطعم تتغير والبركة تتغير، وتشعر بطعم غريب وبركة غريبة. لو عملت قد ما عملت قليل بيأكلوا الكل ويبقى. لما بتعمل صيني وبتسكب بالصحون كل واحد بكب من صحنه وارتفعت البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكلوا جميعا ولا تفرقوا. ما كل واحد يأكل لحاله، هلا كل واحد أكثر من هيك صار بياخد صحنه بيفوت على غرفته، في عنده تلفزيون بالغرفة بده يأكل لحاله على التلفزيون. لكن أخي والله ما كانوا هيك، يجتمعوا على القصعة ويأكلوا جماعة والبركة تنزل في وسط الطعام. جربوها شوفوا شو بتلاقوا الفرق. وما تقولوا انه والله هذا ولد صغير لف له سندويش خليه يأكل لحاله، لا، اوعى. البركة في الولد الصغير. كل من أكل من هذا الطعام إذا كان مغفور له غفر لك، فكانوا يتحروا أن يأكلوا مع مغفور له. الطفل اللي هو ما بلغ هذا إنسان ما عليه ذنب، فإذا أكلت معه غفر لك، فخلي الطفل يأكل معك. معلش، لا، هلا الطفل بيلفوله صندوش، هذا ما بيأكل معنا على الصفرة، ما بيقعد على الطاولة حتى. روحت بركة الطعام وروحت بركة الطاولة وبركة المجلس كله. قول مع الطفل وخلي يأكل معك بقصعة واحدة وعلمه كيف يأكل بأدب. لا، نحن بدنا ناكل من أصبع اليمين بالسكينة والشوكة باليسار لحتى نقلد الغرب، نكون عم ناكل كما يأكل الشيطان. فإن الشيطان يأكل بشماله. واسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسانا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. هذا موجود بالصحيح. فما عجبوا الكلام هذا الأعرابي فقال: لا أستطيع. عدوا إياها: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قالوا: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما قام إلا وقد شلت يمينه. جل، لأنه كان يقولها تكبرا، عم يقولها تكبرا، أنا ما بستطيع. هلا نحن بدنا نعمل نقل الغرب، ناكل باليسار، ناكل بالشوكة. رجعوا إلى 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 العوايد الإسلامية المباركة. ما معنى ذلك إنه الواحد يعني يقعد يلغبص بإيديه؟ كل بلد إلى عوايدها. فيك تأكل خي بالشوكة معلش وبالسكينة، بس كل بقصعة واحدة وكل بأدب وكل بيمينك. شو المانع إذا قصمت باليمين ورجعت أكل باليمين؟ يعني ما كتير لتتبعنا سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل شيء بدهم يعملوا بدك تعمله، حتى بفوت بالبخواش بدك تفوت ورا منه لأنه هو دخل بالبخواش. لا يا جماعة، لقد تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنتي. تمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إننا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سيدنا عمر يقول: